مرتها. الاحتلال واهم إذا ظن أن تقادم الزمن يمكن أن ينسينا حقنا أو يجعلنا نرتد عن أرضنا وحقوقنا الشرعية. في الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق شرارة المقاومة الشعبية في بيت دجن، قرية بيت دجن، ومن ساعدها من الأشرفاء المناضلين من هيئة المقاومة الشعبية للدفاع عن الأراضي في كل المناطق تجدد البيعة لهذه الأرض، أننا مستمرون وباقون. جذوة المقاومة تشتعل من جديد ولا مجال للتراجع أو الخوف أو النقوص. فالحق باق ما بقي مطالبوه، والحق باق ما بقيت، والأرض باقية ما بقي الزعتر والزيتون. نحن مستمرون ولن يثنينا عن ذلك قمع الاحتلال وصلفه والاعتقالاته وقتله وسفكه لدمائنا. ما رح نرحل مهما صار، الشعب وحدة صف. يا محتل اسمعها مليح، أرضي ما بدها تصريح، أرضي ما بدها تصريح. منهم اليوم في الذكرى الثالثة لانطلاق المقاومة الشعبية في قرية بيت دجن، جئنا اليوم من كل الفعاليات الوطنية والقوى والمؤسسات الوطنية الفاعلة إلى قرية عين، إلى قرية بيت دجن، لنقف مع أهالي بيت دجن ضد هذا المستوطن الذي يسيطر على الأراضي الفلسطينية في منطقة مئات آلاف الدنومات الذي يسيطر عليها المستوطن، وهي السلسلة الجبلية التي يقول عنها المستوطنون بأن الطير سيطير من القدس، من أورشليم إلى نابلس، ومن بيت إلى بيت دون أن يحط على الأرض أو يطير في الهواء. وهذه المقولة بدأت تتحقق بوجود المستوطنين وهؤلاء الجيش الذي يحمي المستوطن الذي يسيطر على كل الأراضي الفلسطينية في الأغوار. Let's go.